السلام عليكم طلبتي الأعزاء، طلاب كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة مرحلة الرابعة. رمضان كريم، أعاد الله عليكم بالصحة والسلام والعافية. رحب بكم بالفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 2019-2020. إن شاء الله تكون سنة خير عليكم وتعدوها بخير وسلامة. طبعا راح تكون طب مثل ما تعرفون عن طريق التعليم الإلكتروني، بسبب الظرف العام اللي يمر به البلد احنا نتمنى نرجع مثل السابق بالقاعة الدراسية ونرجع للتعليم التقليدي، ويكون التعليم الإلكتروني موازي للتعليم التقليدي وليس الأساس. لكن بسبب الظرف العام مجبرين احنا انه نستخدم التعليم الإلكتروني بصورة أساسية حتى ننظم عملنا وننظم صفنا. عندنا عدة نقاط لازم نتكلم بها. اولا، المحاضرة راح تنزل على شكل PDF قبل يوم المحاضرة. يوم المحاضرة عرفتوا حسب الجدول يوم الاثنين من الساعة 1 إلى 2 ظهرا راح ينزل لكم الفيديو، يعني الفيديو الخاص بالمحاضرة، فيديو الشرح الخاص بالمحاضرة. قبلها راح تنزل على شكل PDF، وممكن انتم تسحبوا PDF مع الفيديو تأشرون وتقروها المحاضرة. اثناء الفيديو ممكن من خلاله تشرح المادة وأيضا ممكن تلخص. فأحيانا يعني أنا راح أحذف جزء من المادة أو أحذف الشغلات المو ضرورية حتى إحنا نكون مركزين على دراستنا بما هو مهم من المادة. ممكن نحدد كويز بعد مرور مثلا محاضرتين أو 3 محاضرات. أعطيكم موعد قبل ما لا يقل عن 2 أو 3 أيام، أقول لكم باليوم الفلاني راح يكون عندكم كويز، فأنتوا من واجبكم بالمحاضرة الفلانية مثلا فأنتوا لازم تحفظوا المحاضرة وتقروها، وقت الكويز يكون محدد. أحيانا حتشوفون أيضا المحاضرات ممكن تكون مقسمة إلى أجزاء. يعني مثلا عندنا المحاضرة الأولى طويلة ما أقدر أنا بفيديو واحد أسويها، أصلا الفيديو راح يكون ممل يعني إذا عبر الساعة أو ساعة ونص يعني اشوفها ممل. فنقسمها الى اجزاء، نقول لكتشر 1 بارت 1 الجزء الاول والجزء الثاني او ممكن اكون جزء ثالث. هاي اهم الملاحظات. وطبعا اهم ملاحظة بانه اتمنى تكونون باسماءكم الصريحة، واللي مو باسمه الصريح يغير اسمه الى يعني يكتب اسمه واسم ابوه فقط، لا يكتب لي اي القاب، لا يكتب لي اي مثلا تسميات معينة، يعني يفضل اسمه واسم ابوه فقط. طبعا مادتنا هي سويلاند اكواتيك مايكروبيولوجي اللي هي الاحياء المجهريه الخاصه بالترب والمياه. وبما انه قلنا احياء مجهريه فاحنا جزء من هذه من هذا العلم اللي هو العلم الواسع بعده اجزاء. من هذه الاجزاء هي السويلاند اكواتيك مايكروبيولوجي. اذا هي كل الاحياء المجهريه التي تنمو في التربه والمياه، سميها soil and aquatic microbiology. بداية أول 3 محاضرات أو 4 راح تكون مخصصة للسويل، ممكن 5. بعدين آخر محاضرتين أو 3 محاضرات راح تكون مخصصة للأكواتيك microbiology. إذا بما أنه راح نبدي بالسويل microbiology لابد بأنه نتعرف على مقدمة عن السويل، يعني ما هي السويل، شنو هي طبقات التربة، طبقات الأرض شنو. لازم ندرس فد مقدمة جيولوجية وليست بيولوجية عن السويل. فالسويل is crucial for sustaining life، هي مهمة لبقاء الحياة أو الاستمرار بالحياة، like water and air، مثل الماء والهواء. Because it is the source of most of our food، هي مصدر للغذاء اللي نتناوله. إذن soil can be defined، ممكن نعرف soil هي the outer region of the earth crust، هي الجزء العلوي من القشرة الأرضية. تحتوي على loose material، مواد رخوة. هذه loose material تكونت بسبب العديد من العوامل اللي تجمعت مع بعضها، وهذه العوامل راح نسميها soil forming factors. إذن هنالك عدة عوامل، هذه العوامل اللي تجمعت مع بعضها وكونت لما يعرف به soil. من هذه العوامل هي topography of the land، طبوغرافية الأرض، organism present in the environment، أحياء الكائنات الحية الموجودة في البيئات، climate under which the soil was formed اللي هو المناخ،
وأيضا the parent material of the original minerals that give the rise to the soil, minerals اللي هي المعادن الموجودة، وكذلك التايم اللي هو الوقت أو الزمان، مرور الزمان راح تتغير عندي التربة من ناحية structure ممكن، من ناحية texture إلى آخره. موضوع الآخر طبعا اللي هو من ضمن السويل أو الجيولوجي of the soil اللي هو السويل بروفايل. السويل بروفايل مقصود بها هو دراسة طبقات الأرض. فإذا نأشر تعريف بسيط، السويل بروفايل refer to the layers of the soil هي طبقات الأرض develops over a long period of time. إذا هو عبارة عن طبقات الأرضية واللي تكونت عبر مرور الزمن. طبعا راح نلاحظ عندنا أربع طبقات في الأرض اللي هي Horizon A, Horizon B, Horizon C and Horizon D. كل واحدة من هذه الطبقات راح ناخذ أهم من مميزات لها، فأريدكم تأشرون وياي إذا كانت الملازم عندكم تأشرون على شكل نقاط نسويها حتى نسهل حفظها. عندنا مثلا Horizon E، نأشر النقطة الأولى، هي عبارة عن Surface Layer، هي الطبقة الأولى. طبعا بالرسم O أكو بس إحنا مو موجود الـ O، فنبلش بالـ A. الطبقة الأولى اللي هي Surface Layer، الطبقة السطحية، تكون on the top بالأعلى about 25 سنتيمتر of the soil. إذن Surface Layer is the top about 25 سنتيمتر of the soil profile. أنا أشر عليها رقم واحد، النقطة الأولى. رقم اثنين تكون darker in color، يكون لونها أغمق مثل ما تلاحظون. شوف هنا لون الطبقة يكون أغمق من الطبقات الأخرى. شنو السبب؟ ممكن تفكرون بها قبل ما أقول لكم الجواب. ليش الطبقة الأولى تكون هي الأغمق؟ أعطيكم فترة ثواني تفكرون بها. طبعا الطبقة الأعلى تكون أغمق من باقي الطبقات لأن تتكون على الأورجانيك ماتيريالز. الأورجانيك ماتيريالز في هذه الطبقة تكون أعلى من الطبقات الأخرى اللي هي المواد العضوية. والأورجانيك ماتيريالز مثل ما تعرفون تحتوي على الكربون واللي هو يعطيني هذا اللون الغامق. إذا أشرنا النقطة الأولى اللي هي in the top about 25 centimeter of the profile. Number two, the darker color than the deeper layers. رقم اثنين. رقم ثلاثة contain high percentage of organic matter accumulation، تجمع من organic material. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، the horizon is also known as a biomantle because of the most biological activity. هذا رقم أربعة أشرها. ورقم خمسة اللي هو السطر الأخير، the layer was likely formed from decomposing plants and mineral. It has a large amount of sand. اللي هي هذه. And less clay. هذا رقم خمسة. أشروها يمكم. خمس نقاط. النقطة الأولى قلنا بنحاول نحفظها هسه أثناء الفيديو. من نجي بالملزمة تكون أسهل علينا. إذن النقطة الأولى تتكون من هي بالتوب about 25 centimeter of the soil. Number two darker in color. Number three high organic material accumulation. Number four called or known as biomantle because of its biological activity. طبعا يسموها biomantle بسبب الفعالية البيولوجية تكون عالية في هذه المنطقة. شنو السبب؟ ليش الفعالية البيولوجية تكون في هذه المنطقة أعلى من أقرانها المناطق الأخرى أو من المستويات الأخرى؟ طبعا بسبب وجود الأورجانيك ماتيريال في هذه الطبقة، بالتالي يعكس لي فعاليات تكون أكبر. نجي للهورايزون بي أو يسموها السب سويل، أيضا نقسم على شكل نقاط ونأشرها. رقم واحد، this horizon is found from 25 to 40 centimeter. إذا أول 25 سنتيمتر هذه هي الطبقة الأولى اللي هي A. من 25 إلى 40 خلينا نقول هي طبقة B. Number two, lighter in color than the horizon A. تكون لونها lighter. ليش darker؟ أنا lighter. طبعاً ليش سبب lighter؟ أكيد راح تكونون تعرفوا بسبب organic material راح تكون في هذه الطبقة أقل من الطبقة اللي فوقها. Number three.
increase in clay and mineral salts such as deposit of silicates or aluminium that wash down through the top of the soil to create this layer. طبعا مثل ما لاحظتوا بالنقطة الخامسة هنا عندنا has a large amount of sand and less clay. بالطبقة الأولى عندنا كمية الرمل في هذه التربة وفي هذه الطبقة يكون عالي وكمية الطين يكون أقل. بينما في الهورايزون بي increasing in clay الكلاي يكون أعلى اللي هي التربة الطينية تكون أعلى وتحتوي على mineral salts عديدة يعني أملاح معدنية مثل السيليكيت الألمنيوم إلى آخره. Number 4 نشرها يمكم contain less microbial population but some biological activity extends to this layer. طبعا less نانا microbial population but some biological activity extends. إذن هذه نشرها النقطة رقم 4. إذا النقطة الأولى البعد هو من 25-40 سنتيم lighter in color. رقم 2 رقم 3 راح يكون increase in clay عفوا النقطة الثالثة راح يكون increase in clay هذه والنقطة الرابعة less microbial population. فهي ممكن تجيكم compare between horizon A and horizon B واضح يكون المقارنة فيما بينهم. زين نجي إلى الطبقة الثالثة اللي هي الهوريزون سي. Horizon C is the third horizon, has a gray mottles or patches of gray colors throughout the soil matrix. إذا رقم واحد نأشر هنا تكون تحتوي على gray mottles or patches. Gray mottles gray يعني معناها رصاصي. Mottles معناها مناطق, patches قطع يعني مثل المناطق أو الطبقات تكون لونها رصاصي أو رمادي في هذه المنطقة اللي هي الهوريزون سي اللي مثل ما تلاحظون هنا هذه المنطقة اللي هي الهوريزون سي. Strong increase in the clay percentage. هنا تلاحظون كل ما ننزل إلى الطبقات السفلى راح تزداد عندنا كمية الكلاي اللي هي التربة الطينية, راح التربة أو طبقات الأرض راح تزداد تماسكا. كل ما كانت التربة طينية كل ما يكون التماسك أكبر. فإحنا فوق sand وclay this amount of clay. الطبقة الثانية راح نلاحظ الكلاي ازداد. الطبقة الثالثة thick يعني ال percentage of clay is very high. آه رقم 2. رقم 3 thickness مالتها 45 سنتيمتر and more. إذن هذه هنا عندنا ثلاث نقاط بالهوريزون سي. نجي إلى الهوريزون دي. This layer is found from 75 سنتيمتر and beyond. إذن هذه الطبقة تمتد من 75 سنتيمتر وإلى الأسفل. Represent the parent material sitting on the bedrock maybe weathered to form part of the soil profile. إذن هذه الطبقة ممكن نحفظ فقط البعد مالتها اللي هو تمتد إلى 75 سنتيمتر and beyond إلى الأسفل. Represent the parental sitting on the bedrock هي عبارة عن rocky material أو rocky horizon سموها البيت روك اللي هي مثل خلينا نقول الوسائد الصلبة اللي هي الصخرية, الوسائد الصخرية اللي الطبقات الأرض تكون مستندة عليها. فإذا هذه هي soil profile. يجيكم تعريف soil profile كله اللي هي refer to the layers of the soil develops over a long period of time طبقات الأرض اللي تكونت عبر مرور الزمن. أكو أربع طبقات للأرض ممكن نحفظ كل طبقة وخصائصها بصورة عامة. الخصائص كل ما نزلنا من الطبقة العليا إلى الأسفل أكو تغيرات. مثلا الطبقة العليا دائما تكون غنية بالأورجانيك ماتيريالز اللي هي المواد العضوية, بالتالي حتكون الأكتيفيتيز بالبيولوجيكال أكتيفيتيز عالية الطبقات الفوق, وكل ما ننزل كل ما تقل البيولوجيكال أكتيفيتيز. هاي واحد. اثنين الطبقات الفوق ممكن تحتوي على نسبة ساند وكلاي اللي هي نسبة من التربة الرملية ونسبة من التربة الطينية,
كل ما ننزل إلى الأسفل راح تزداد عندي نسبة التربة الطينية. هاي رقم اثنين، هاي من الخصائص العامة أيضا. بعد شنو عندنا ممكن نلخصها بالخصائص العامة؟ طبعا أيضا الميكروبيال بوبوليشن، كل ما راح ننزل راح يقلل الميكروبيال بوبوليشن. نجي إلى موضوع آخر من مواضيع السويل. طبعا لحد الآن إحنا ما ندرس بيولوجي، ندرس أو ما ندرس ميكروبيولوجي، ندرس جيولوجي. سويل تكستشر and سويل ستركتشر. تكستشر بالإنجليزي معناها قوام، ستركتشر معناها شكل. نأخذ تعريف السويل تكستشر اللي هو قوام التربة. Refers to the proportion and distribution of the mineral particles, which is sand, silt, and clay. فإذا ال texture مثل ما تعرفون هو القوام، ومن أقول قوام معناها دا أشوف أنا إيش قد التربة هذه تحتوي على نسب من عدة mineral particles اللي هي دقائق معدنية أو نسميها دقائق اللي مكونة للتربة، اللي راح نقسمها إلى ثلاث أنواع اللي هي الساند اللي هي الرمل، سلت الغرين بالعربي، والكلي اللي هو الطين. فإحنا كل ما هذه النسب تختلف فيما بينها، يعني إذا زيدنا الساند قللنا السلت والكلي مثلا قليل راح تكوني نوع من التربة أو تكستشر معين. إذا مثلا الكلي زايد والسلت نص ونص والساند قليل حتكوني نوع آخر، أو خلينا نقول قوام آخر للتربة. فتختلف التربة حسب قوامها وحسب proportions. proportions اللي هي نسب and distribution وتوزيع. فالنسبة والتوزيع لهذه العوامل الثلاثة هي اللي راح تكوني soil texture. The texture of the soil can be determined when the percentage of these three soil constituents are نون. إذا أنا من أعرف البرسنتج مال كل واحدة من هذه المكونات للتربة اللي هي soil constituents، من أعرف أنا إيش قد نسب موجودة فيها بالتربة راح أقدر أعرف soil texture. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم هذا التيبل يوضح لي حجم الدقائق لكل مادة من هذه المواد. مثل ما تلاحظون مثلا عندي الساند اللي هي الرمل، نشوف حجم البارتيكل مالتها يكون من 2 الى 0.05 حجم البارتيكل، بينما السلت اللي هو الغرين يكون حجم البارتيكل من 0.05 الى 0.005، والكلي اللي هو الطين يكون less than 0.005. إذا مثل ما تعرفون أنتوا شايفين أكيد كلكم الرمل، أنتوا إذا تأخذون بيتكم مثلاً بهاي الإيد كرفة رمل وبهاي الإيد كرفة طين، وعلى كيفكم تحللوها بيتكم وتشوفون الدقائق، أكيد راح تلاحظون بأنه الرمل الدقائق مالته تكون أكبر من دقائق الطين. فلهذا تلاحظون هذه الأحجام قدامكم، شوفون أكبر حجم هو الساند وأصغر حجم هو الكلي، الغرين هو فيما بينهم اللي هي التربة اللي تكون وسط ما بين ما بين رملية وما بين طينية. إذن راح نأخذ خصائص بسيطة عن كل نوع من أنواع هذه التربة اللي هي التربة الرملية، تربة الغرينية السلط، وتربة الكلي اللي هي الطينية. راح نعرف الخصائص الرئيسية وهذه مهمة جدا لأن ممكن تجي عليها أسئلة استنتاجية، فلتكم تركزون هنا. التربة الرملية It has a large particle size with a small surface area in comparison with the same mass of the salt and the clay. طبعا التربة الرملية يكون حجم البارتيكلز بيها يكون كبير، بالتالي السيرفيس اريا اللي هي الشد السطحي للتربة الرملية يكون قليل، يعني ماكو تماسك ما بين الدقائق، مو مثل التربة الطينية. التربة الطينية يكون هنالك تماسك ما بين الدقائق، اكو شد سطحي ما بين الدقائق. يعني لو نشوف هنا نرسمها، لاحظوا هنا مثلا نرسم مثلا تربة رملية ساندي سويل، دقائق الساند تكون كبيرة، فلهذا لاحظ هنا ماكو شط سطحي،
ممكن اذا خلني قبل ما نحكي بالماي هنا مثلا كلي، خلني نقول كلي سويل. الكلي سويل بحكم دقائق الصغيرة بيها شنو يكون الشد السطحي اكبر من الساندي سويل. بالتالي لو خلينا مي، صبينا مي لهذه التربة وصبينا مي لهذه التربة، برأيكم منو راح يحتفظ بالمي أكثر؟ هل هي الكلي سويل أو الساندي سويل؟ فكروا بيها، منو من دولة إذا صبيت مي راح يخرج مباشرة، ومنو اللي راح يحتفظ به، يحتفظ بالمي؟ هل هو الكلي أو الساندي؟ أكيد هسبالكم أحد الأجوبة. الجواب الصحيح هو الكلي. الكلي راح يحتفظ بالماء أكثر من الساندي. هسا أنتوا خلوا رمل، شوية رمل خلوا بيتكم، خلوا بمكان وخلوا نفس الوزن طين، وضيفوا لهم اثنين هم مي. منو الأسرع راح يسرب المي؟ هل هو الرمل أو الماء؟ أكيد الرمل. ليش الرمل؟ بسبب الدقائق تكون كبيرة، فأكو هنا مسافات بينية ما بين الدقائق. هذه المسافات البينية ممكن شنو؟ هذه هنا المسافات البينية ما بين الدقائق هي اللي راح تسرب للمي، فممكن يدخل مي أو هواء أسهل من الكلي. الكلي راح يدخل المي، صح بصعوبة يدخل، لكن شنو؟ يحتفظ بالماء داخل دقائق بسبب قلة المسافات البينية الموجودة ما بين دقائق الكلي. زين، نرجع، هذه مهمة النقطة نشرها. إذا السلط particle size يكون عالي، surface area مالته يكون قليل. شوفوا هاي يعني surface area تناسب عكسيا مع particle size. ايضا من اهم الخصائص لهذه التربة sand proportion. soil has enough pores which facilitate the aeration. شوفوا sand proportion، التربة اللي تحتوي على الساند تكون بيها بورز عادي، كمية الثقوب أو المسافات بيها تكون كبيرة، وبالتالي هذا العملية يسهل لي التهوية الاريشن and water drainage، وعملية خسارة الماء أو فقدان المياه من هذه التربة. Sandy soil are less productive than others. إنتاجية هذه التربة تكون أقل من الأنواع الأخرى، وقلنا السبب هو شنو؟ بسبب عدم قدرة هذه التربة على الاحتفاظ بالماء. زين، ننتقل إلى النوع الآخر من التربة اللي هي السلط. Salt produced from fragmentation of rocks. إذن هذه النوع من التربة تكونت بسبب fragmentation، تقطع الصخور. صخور تفلشت أو تدمرت، قطعت إلى عدة قطع، فهذه القطع مع بعضها كونت لي النوع اللي هو ما يسمى بالسولت. has a small surface area. إذن surface area معناته يكون small، but in this character it's larger than those of the sand particles. طبعا مثل ما تعرفون حجم البارتيكل الساند أكبر من السولت. لو نرجع للجدول شوفوا حجم البارتيكل، حجم الدقيقة الوحدة للساند أكبر من السلط، لكن السيرفس أريا قلنا بالعكس، السيرفس أريا للسلط أعلى من السيرفس أريا المن للساند. فإذا جدي يقول لي شوفوا it's larger than those of the sandy particles with a smooth appearance to like cosmetic powders. يشبه الكوزمتيك باودرز اللي هي الباودرز المستخدمة في عمليات التجميل، and with low adherence capacity، الالتصاق مالته يكون low. إذا أريد نحفظ المميزات الرئيسية، أولا حجم البارتيكلز هو أقل من الساند، رقم واحد. نمبر تو السيرفس أريا يكون أعلى من those of the sandy particles look like cosmetic powders. زين، ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع التراب اللي هو الكلي، طبقة التربة الطينية. fraction made up of tiny particles. طبعا tiny particles، نقول tiny particles يعني دقائق صغيرة جدا بالحجم، اللي هو أصغر أنواع التراب. زين، despite their size the particles have a very large surface area. شوفونا على الرغم من صغر حجمها لكن
السيرفس اريا قوة الشد يكون في هذه التربة عالي جدا relative to their volume, maybe more than 1000 times the total surface area of sand particles with the same mass. ممكن آلاف المرات يكون أكبر من الشد السطحي الموجود في التربة الرملية, resulting forming a plate-like shape of individual particles. إذن ممكن إحنا البارتيكل الواحد يكون لي مثل البلايت, مثل الصفيحة, من قد ما متماسك بحيث ما نقدر نميز الدقائق مالته, يكون على شكل صفيحة واحدة. زين, نجي على الاستنتاج أو ملخص الكلي بارتيكلز, هذه مهمة. The increase in surface area is highly reactive and has the ability to attract and hold positively charged nutrient ions. إذا هذه النقطة مهمة جدا. شنو فائدة الشد السطحي بالنسبة لنا؟ الشد السطحي ممكن التربة اللي تحتوي على طين أو بيها شد سطحي عالي راح تحتفظ لي أولا بالمياه, قلنا بصورة أكبر من التربة الرملية, ورقم اثنين ممكن تحتفظ لي بالpositively charged nutrient ions اللي هي المغذيات اللي تكون موجبة الشحنة. فإذا أشرها, هذه رقم واحد. رقم اثنين, absorb water and provide many places for the soil particle to retain and supply nutrients. هذا أيضا من خصائص التربة الطينية. Soil containing clay is the most productive and use fertilizers most effectively. إذا التربة التي تحتوي على طين, طبعا مو 100% طين, لأنه إحنا كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضدنا, إحنا ما نريد فد مرة تحتفظ, لكن التربة ضروري تكون جزء منها هو طيني. والسبب شنو؟ السبب حتى تحتفظ لي بالمياه وتحتفظ لي بالنيوتريانت ماتيريالز اللي تكون بوزيتيفلي تشارج, وتكون مور برودكتيف, اكثر انتاجيه, والفيرتيلايزرز تكون موست افكتيفلي, الفيرتيلايزرز اللي تستخدم لتنميه المزروعات تكون فعاله بصوره اكبر بالتربه الطينيه او التي تحتوي على طين. زين, texture class grouping of the soil based upon their relative proportion soil with the... طبعا اللي تشوفوني ما اشرح وما ركز عليه معناه هذا الحكي مو مهم, الحكي اللي اركز عليه بالمحاضره هو المطلوب من عندكم وهو المهم وهو اللي ممكن تجيكم من عنده اسئله. زين, soil with the finest texture is called the clay soil, while soil with the coarsest texture is called sand. However, a soil that has a relatively even a mixture of sand, silt, and clay exhibit a properties for each separated is called a loam. A loam هي التربة الخصبة معناها. فإذا ممكن يجيكم هذا تعريف. شنو هو اللوم؟ اللي هي التربة الخصبة, هي التربة التي تحتوي على الأنواع الثلاثة اللي هي sand, salt, and clay, واللي هي التربة الخصبة والملائمة لنمو النباتات أو ممكن أيضا حتى نمو الأحياء المجهرية. التربة اللي هي تكون فقط ساندي ما مطلوبة, ليش؟ لأنه ما راح تحتفظ بالماء, ما راح تحتفظ بالمغذيات. وكذلك التربة اللي تكون فقط كلي راح تحتفظ بالمغذيات وبالمياه بصورة كبيرة جدا, وهذا الشيء هم نريده. احنا التربة المزيجية اللي تمزج ما بين الصلت والساند والكلي هي التربة المناسبة لنمو النباتات او اللي تكون مور productive, يسموها باللوم. طبعا عندنا there are different types of looms based upon which the soil separated is the most abundantly present once the sand, salt and clay percentage of the soil. طبعا راح تشوفون قدامكم هنا مثل المثلث اللي هو يمثل لكم انواع اللوم. طبعا according to the percentage of clay, according to the percentage of salt, شوفون هنا the percentage of salt, هنا the percentage of clay, هنا the percentage of sand. فمثلا كل واحدة من هذه الأنواع بها نوع, مثلا 80%, هنا 30%, هنا 10 و20%, حسب النوع. التربة اكو سلتي لوم, اكو ساندي لوم, فممكن حتى اللوم بيه عدة أنواع according to the percentage of sand و salt and clay.
كل ما كانت النسبة متقاربة ما بين هذه الثلاث أنواع كل ما كانت التربة تكون أفضل. طبعا الرسم ما مطلوب من عندكم، فقط للاطلاع. نجي لأخير موضوع عندنا بهذا المقطع الفيديو من الجزء الأول من محاضرتنا، اللي هو السويل ستراكتشر. طبعا أخذنا التكستشر اللي هو القوام، بس راح ناخذ الستراكتشر اللي هو الشكل. ستراكتشر هو arrangement of the soil particles into grouping، إذن هو ترتيب السويل particles اللي هي أجزاء أو دقائق التربة على شكل جروبات أو مجاميع. These grouping are called pads، تسمى هذه الجروبات pads. pads اللي هي مثل الطبقات أو الوسائط أو aggregates تجمعات. فإذا التجمعات البارتيكلز للتربة راح تكون لي مثل الوسائد أو التجمعات، وهذه التجمعات راح نطلق عليها تسميات معينة راح نأخذها بالسلايد القادم. which often form distinctive shapes typically found within the certain soil horizons. إذا هذا نقدر نعتبره تعريف soil structure إلى حد هنا. For example، هم نأخذ مثال عليها. granular particles are characteristic of surface horizon. إذن soil structure هو عبارة عن arrangement، ترتيب of soil particles، ترتيب دقائق التربة على شكل groups، على شكل مجاميع، وهذه المجاميع سميناها بالpads اللي هي الوسائد أو aggregates اللي هي التجمعات، وتكون على شكل أشكال مميزة راح نأخذها في السلايد القادم. هذا هو السلايد، نشرها ونحفظها، مهمة، ممكن يجيكم تعداد عدد soil structures. فعندنا النوع الأول اللي هو الجرانيولار حبيبي، النوع الثاني اللي هو البولكي أو بلوكي عفوا على شكل بلوكس بلوكات، الثالث اللي هو بريزماتيك موشوري، الرابع اللي هو الكوليومينر اللي هو يكون على شكل أسطوانة، الخامس اللي هو البليتي يكون على شكل طبقات، والسادس يكون على شكل سينجل جريند على شكل حبيبات منفصلة. طبعا ما مطلوب من عندكم هو الاسم والرسم فقط، الرسومات مال هذه الانواع مطلوبه ومهمه جدا. الشرح ما مطلوب من عندكم، مو مشكله، من يعني ما نريد ندخل عميق بالشرح النوع لان هذا جيو، لكن على الاقل نحفظ الاسم ونحفظ الرسم لكل وحده او لكل نوع من انواع سويل ستراكشر. لهنا نكون خلصنا الجزء الأول من اللكتشر 1. أخذنا خلال هذا اللكتشر عرفنا ما هو السويل مايكروبيولوجي. قلنا السويل مايكروبيولوجي هو عبارة عن علم، وهذا العلم هو جزء من علم الأحياء المجهرية. أخذنا بداية مقدمة عن السويل، قلنا الأربع محاضرات أو الخمسة القادمة راح تكون فقط على السويل مايكروبيولوجي وليس فقط السويل. المحاضرة الأولى فقط تركز على جيولوجي السويل، يعني راح ندرس السويل كجيولوجي، كمكونات، كستركتشر، كتركيب، من ثم بالمحاضرة القادمة الثانية أو ممكن حتى بالفيديو القادم نبدي بالمايكروبيولوجي، نشوف طبيعة الأحياء المجهرية اللي راح تنمو في التربة، من هي الأحياء المجهرية اللي راح تنمو بالتربة، شنو اللي ممكن تفيد الكائنات الأخرى وشون ممكن تضر الكائنات الأخرى. هذا راح نركز عليها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة وبالفيديو القادم. بس احنا خلصنا الجزء الأول من المحاضرة الأولى، وصلنا إلى soil composition. المحاضرة الجاية أو الفيديو القادم راح ناخذ soil composition وراح ناخذ soil biota اللي هي الأحياء المجهرية اللي تنمو على التربة. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم، إن شاء الله نكون وصلنا المادة بطريقة صحيحة. ومثل ما قلت لكم أي سؤال أو استفسار إن شاء الله بعد مرور محاضرتين أو ثلاثة راح أسوي لكم بث لايف على زوم أو على فري كونفرنس كول، ومن خلالها نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم أو أي شيء. شكرا جزيلا ومع السلامة.